كلامنا في الموانع، طبعا لا أتي على كل الموانع، بعض الموانع. من الموانع في طريق القرب إلى الله عز وجل الإحساس بالعجب والتميز من أدنى حركة إيجابية، وخاصة في النفوس الصغيرة الضعيفة. أحدنا يدخل الحرم الآن لمشكلة عنده، انكسار عنده، يتفاعل في الزيارة، زيارة جيدة، جرت الدمعة، انكسر القلب، ظن أنه قد بلغ ما بلغ من المنازل. أولا هذا البكاء لم يكن من خشية الله للمشاكل الذاتية، لا يمرغي الخلط بين بكاءين دمعتين، دمعة الحب والخشية من الله، ودمعة المشاكل. الإنسان إذا عنده مشكلة ورأى ظالما جائرا بيده الحل، أحدنا يبكي أمامه. رأيتم في المحاكم إنسان محكوم عليه بالسجن وأمه حاضرة، طبيعي الأم تقبل رجل القاضي، تريد خلاص ولدها. إذن ليس كل بكاء، كل تفاعل يدل على الكمال، وقد تكون هذه الحالة مستمرة. تأتينا بعض الأخوات تقول أنا دائما في صلاتي أبكي، في كل زيارة أتفاعل. الكلام ما هو منشأ التفاعل؟ لو أن الفتاة في ليلة زواجها بكت، هذا البكاء ينم عن قيمة. لما؟ لأن ليلة الزفاف في قمة السعادة البشرية. إذا صلت صلاة الليل في تلك الليلة وبكت، هذا البكاء يعتد به. وإلا أنين المريض، أنين السجين، أنين العشاق إلى آخره، هذه الدموع دموع بشرية لا قيمة لها. إذن لا ينبغي أن نظن أننا وصلنا إلى شيء من الكمال بمجرد تفاعل شعوري إذا لم تعرف المنشأ لذلك.